شكرا لاتصالك بتاش باي تي. لا لا ما فتحتي اكاونت ابدا، بس فتحه اكاونت عملي لنا منه 17000 كومنت. ما بتعمل علي شيء غير انه يو كومنت. اي شو نقاط ضعفك يا مرح؟ والله انا طيبه زياده عن اللزوم ومع طاقه وذكيه يا من ذكائي. مرح ليك مرح از ستيل ستك وذ ذا سترينث. شي دازنت وونت تو ليت هير سترينث جو. Today I want to connect you to one of our favorite cutest. Isn't he cute first? I don't know what is there. كنت تحضر رمضان 30 يوم 30 قصة. فكان دائما صوتي يطلع يا مات وائل. وائل. Thank you وائل. Okay, so وائل أنا رح بلش. وائل كيف رح نختار؟ Sorry, we are shooting وائل. So this is وائل. Hi Wael. He's our digital geek. He works closely with me on all creative content. He's young, he's very smart. He will start with a nice game. Okay. هلا أول شيء بدنا نعمل هيك شيء كثير مهضوم. فهول بوكسز، هول سكين كير، كولر بيجوا، آي باتشز. فهون في عنا بلو وهون في عنا فيل فري تو أوبن. في عنا هون يلو. These are the eye patches. Yeah. طلع قد ايه كيوت. حنعمل هون شيء اسمه صوت اناليسيز اس دبليو او تي. فاول شيء حنقي الوان لهم، حنقي ذا سترينث حتكون بلو. فبلشوا حبروا البلو تقريبا. ويكنسز حتكون بينك. بينك اس اوبورتونيتيز حتكون بيربل. اما الثريتس حتكون يلو. خلينا نبلش اول شيء بالسترينث تاعولنا. شو بتحسوا عندكم نقاط قوة؟ strengths يعني نقاط قوة عندكم على الاكونت او على كأنتو ككرييترز. هلا حنغير الالوان. نقاط الضعف يعني انتم شو بتحسوا عن بركي تكون انه ما عندكم بركي الايكويبمنت، بركي تكون نقاط ضعفكم انه ما عندكم المهارات او الاكسبيرينس تسوي. هلا حنبلش نشتغل اكثر على التايب اوف كونتنت. ما حطيت ولا هاشتاج، حيشوف شو هيدا الفيديو. خلينا نحط صوره هون، بس بدنا نحط صوره بدنا حتى بركي مين حابب يكون المودل هلا. هلا عنا اخر شيء كيف نصور نحن حالنا او نصور اور ورك. سو اول شيء شكرا كثير 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 وائل لانك اشتغلت فينا. شكرا لكم، استفدتوا من هاي السيشن كثير حبيتوها. هلا يعني هي مش كفايه ابدا، يعني هو عاده يس. يعني انا اي ثينك ماي ادفايس تو يو انه تبلشوا فتشوا اكثر بالموضوع. ممكن نعمل زوم سيشن. زوم سيشن اذا بتحب كثير. يس الحلو انه نظم لنا افكارنا كيف بالضبط. اشتغل بالضبط انستغرام يعني هي كانت توكينج سيشن ودخلكم فيها بطريقه انه جاوبتوا نفسكم على اسئلتكم وتعمقنا بالموضوع. لازم يضل في تواصل، فيمكن لازم نخلق يمكن انذر. في عنا بامبوزل وي كان دو ا لايف سيشن. انا اي وونت تو اسك يو فور وان ثينج. اليوم انتم كان عندكم فرصه كجزء من عائلتنا انكم تكونوا بهاي الاكسبيرينس، فرح اطلب منكم you know the circle of giving. You know the circle of giving. You give someone and then you don't give back to the same person, you give it to someone else. So we need to start a circle of giving. So I need you to be our ambassador to help us to bring more people to the family to help them.
احنا would love you to be our ambassadors, would love to continue نحكي معاكم, would love to collaborate with you, would love to help you and support you with what we with the classes with opportunities. طبعا بيعتمد كمان على مجهودكم, يعني قد ايه انتم بتحطوا effort انه to help us to help you. The other thing we were talking about equipment, زي ما قال انه all what you need is your phone and a good light. Yeah. Lighting is very important. فعشان هيك I get you something. انت مره بتسموها سانتا كلوز. سانتا كلوز. انت So you have your official first diva light. Yes. Thank you so much. Thank you. So خلاص مش انت هلا بدك تبلشي, you don't have. So you have your mobile, you have your light. I want you really to create. Thank you so much. Thank you again. Welcome to Maison 21 Gram. متحمسين حتعملوا اول مره البرفيوم تبعكم؟ الهدف من هذا الاختبار انه تتعرفوا على البرسوناليتي تبعتكم, لانه العطر لازم يكون بيعبر عن شخصيتكم, بيعبر عن روحكم. ركزوا على حاسة الشم, انسوا لي السمع, انسوا الضجة اللي حواليكم. وهلأ بدياكم بلشوا تكتشفوا your nose. The whole experience is about trying to be a nose. The perfume بن خلق زي الهرم. في إله راس, في إله وسط, وفي إله قاعدة. The top note اللي بيحطوها هي أول شيء لما أنت بترش the perfume بتشميه. بس هاي أول شيء بيروح, أول شيء بيختفي. بعدين عندك الليفل الثاني اللي هو الهارت تبع البرفيوم, قلب البرفيوم, بيكون في انجريدينت شوي اثقل اللي هي بتعطي القوام تبع البرفيوم. بس الفاعل الاساسي بالبرفيوم هو البوتوم نوت, القاعده الاساسيه اللي هو العطر اللي بيكون اثقل شيء واللي هو بضل اخر شيء واللي بداين معك 24 ساعه. هلا كل وحده فيكم رح تعمل هير اون برفيوم. So thank you to Maison 21. They are the best team. We love them so much. Thank you to Joanna, my friend, my partner. I love her. I love her perfume. Thank you, Yasabaya. Your next destination is Faces. So, welcome to Faces. Come. Faces is a very special place for me. أنا اشتغلت بفيسز يمكن قبل 20 سنة, مراحل حياتي. I joined Shellhoop بجروب, كانوا عم بيخلقوا هذا الكونسبت 20 سنة لورا. ما كان في سيفورا بالميدل ايست وبلومينغدل وهارفي. Shellhoop عملوا هذا الكونسبت اللي هو Faces ليكون أول كونسبت بيركز إنه يكون small format فيه كل شيء, perfume and makeup. So it has a very special spot in my life. Faces, يعني وجوه. Yeah. فهم, they wanted like to color faces and they wanted to bring something that's really relevant to the Middle East. So اليوم Faces مستضيفينا. كمان من الأشياء اللي بيعملوها Faces إنه they try to support up and coming brands and artists. So you remember when I said like, they were really genuine brands, so Faces, one of the genuine brands partners, لما عرفوا بقصتكم حبوا يستضيفوكم بالمحل and to support you. عادة أيامات حبي للبراندات ما بيكون بس حبي للمنتج نفسه, حبي كمان للvalues اللي brand stands for. وزي ما بدعمكم عم بيدعموا براندات up and coming. So اليوم رح أعرفكم على براند كتير مهدومة, دير داليا.
It's a new brand. وإحنا زي ما قلنا إنه we support up and coming artists. Also, I wanted to introduce to you this amazing up and coming brand. Dear Dahlia, our faces are making a gift. So this is for you. Thank you لإلكم. إنكم كنتوا معنا. This is the tough part. Yes. I will miss you so much. I think we should hug all each other. Yeah. Like it's like this. I don't know when we're gonna have this moment. I don't know. Like the five of us together. I love you more. And please, we stay in touch. Yeah. We are one family. Yeah. We are one group of people. We stay always together. We don't cry because we're happy people. So and I don't want to cry. Love it's you. A very special two days. Yeah. I'm very blessed that I met you. I'm really blessed. And I'm very thankful. You are amazing people. And I'm so lucky to know you. We're so lucky that we saw you and we know you. Thank you for the days that you gave me. Thank you for the days that you gave me. عنجد اعطيتوني طاقه هلا بتخليني اقدر ارجع اشتغل لسنه فمش عارف شو بدي اقول لكم شكرا كثير على كل شيء شكرا لك انت اللي اعطيتينا الطاقه احنا نكمل وما نوقفش ف مش عايزين نبكي I'm trying الغزاله لايقه الغزاله لايقه Record this when they are famous and I call them they should pick the phone. I love you. I love you.